هنتكلم النهارده في الفقره الاخيره عن اهميه تناول المكملات الغذائيه على الصحه العامه مع طبعا دكتور دينا ابو سعود اللي منورانا النهارده. صباح الفل. صباح الخير. كل سنه واحنا طيبين، اول حلقه بعد العيد. يا رب كل الناس سنه واحنا سالمين وعندنا صحه وبعيد عن الكوفيد وعودته الغريبه فجاه مره واحده دي. للاسف الشديد زي ما كنت بنتكلم في الفاصل كريم، يعني كان فاكر ان هي مش هتعدي عليه، بس كان انا فاكر. ما اعتقدش ان في بني ادم مش هتعدي عليه تقريبا كورا. فعلا، وفي ناس جات لها كمان باعراض ما كانتش ظاهره يمكن، صح، فما عرفوش. هنتكلم النهارده بقى بمناسبه ان احنا بنتكلم عن الفيروسات المختلفه وازاي الواحد يبقى عنده وقايه وازاي الواحد يخلي باله من صحته، والمكملات الغذائيه ازاي ممكن ان هي تؤدي او تساعد على تحقيق ده اصلا في حياتنا. نبدا من النقطه دي. تقوية المناعة يا نهاوند مش شيء ترفيهي إطلاقا. يمكن بقالنا سنتين ركزنا في قصة المناعة بسبب كوفيد، لكن احنا المفروض نركز في مناعتنا مش بس عشان كوفيد 19. احنا عندنا فيروس تانية، عندنا سمعتي عن جدري القرود اللي ما عندوش مناعة طلع كده فجأة برضو. أيوة. وفي فطريات قاتلة زي الفطر الأسود، يعني في حاجات كتيرة جدا، هو أشهرهم كوفيد 19، لكن في حاجات كتير لازم مناعتنا طول الوقت تبقى ستاند باي. جهازنا المناعي ده يعني من أقوى الأجهزة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لينا عشان تبقى حيطة سد لكل الفيروسز والبكتيريال اللي بتخش أي جسم غريب بيخش جسمنا. طيب ازاي نقدر نحافظ على جهازنا المناعي بطريقه او نعزز من جهازنا المناعي؟ بطريقه بسيطه جدا، لايف ستايل وفيتامينز. اللايف ستايل، اولا ننام بالليل وننام فترات كويسه، نشرب ميه كويس، نلعب رياضه خفيفه، ما بتكلمش ان احنا طول الوقت نبقى في الجيم، ونقلل جدا او الافراط في الانتي بايوتكس. على طول بقول الافراط الشديد في الانتي بايوتكس بيعمل خلل في جهاز المناعه. في ناس عندها النقطه دي اللي هو اي حاجه يلا هات انتي بايوتك، ده وحش جدا. والافراط الشديد في السكريات، لو نسبه السكر عليت طبيعي المناعه تقل، وتعزيز جهازنا الهضمي. ده اللايف ستايل، يعني انا كمان لازم ابقى معززه جهازنا الهضمي. عشان كده بقول لكل الناس اللي عنده اسهال مزمن، اللي عنده حاسس بمشكله في معدته، حاسس بحرقان، يجري على دكتور باطنه ما يستناش. ده اللايف ستايل بتاعنا، ونشرب ميه كويس، واكيد نقلل التدخين اللي بيدخن، بلس الفيتامينز والمكملات الغذائيه مع الاكل الصحي. في ثقافه عندنا ان البعض يقول لك المكملات الغذائيه دي حاجه رفاهيه، يعني انت هتيجي تقنعيني بايه؟ ما خلاص ما انا باكل كويس، او الفيتامينز بتجيلي كده لوحدها وخلاص، والجسم بيفرز حاجات ومش عارفه ايه. فما بيعترفوش قوي ان المكمل الغذائي ده امر مش ترفيهي، ده امر اساسي، واعتقد بيفرق جدا في الصحه العامه وفي المزاج العام وفي طبعًا. النوم وفي كل حاجه طبعًا. الفيتامينز معظمها الجسم لا ينتجها، واكيد الاكل الصحي مهم، لكن مش طول الوقت احنا مركزين ان احنا النهارده هناكل سلطه طماطم وخس وخيار، يعني كل حاجه بالزبط. فيها وعندي فيتامين بي 12 الكوبالامين مش موجود خالص في النباتات، موجود فقط في المصادر الحيوانيه اللحوم. وفيتامين بي 12 مهم جدا للمناعه ولتعزيز الدم وتعزيز كرات الدم، مهم غذاء للاعصاب. فبيبقى صعب انك انت تعرفي تعملي المعادله دي. المكملات الغذائيه مش شيء ترفيهي، لازم طول الوقت ناخد فيتامينز من الاكل الصحي ومن مكمل غذائي مهم يبقى مضمون وواخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء وبيتباع في الصيدليات، ودي حاجه كويسه جدا، وفي ملم بمعظم الفيتامينات. لو هتكلم على المناعه النهارده، من اهم المكملات الغذائيه اللي مهمه جدا للمناعه هو اي ال بي مالتي فيت او الب مالتي فيت. الب مالتي فيت مناعه، يعني فيتامين سي رقم واحد، يعني زنك، الاثنين اهم معدن والفيتامين. عندي الب مالتي فيت الفيتامين سي فيه 500 ملي جرام، زي ما انا شايفه على الشاشه ده صوره المنتج بتاعنا. اولا انا ما عنديش بديل لالب مالتي فيت، عشان دي حاجه مهمه، فبستاذن الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا وعايزين يعملوا اوردر من الصيدليه بيصوروا شكل العلبه، صح، عشان ما يجيش حد بعد كده يقول لك خدوا ده زيه او خدوا ده مش عارف ايه. الالوان ممكن تبقى مضروبه مختلفه الكتابه، فنخلي بالنا قوي من الحاجات دي. صح. وعندي زنك، الزنك عندي اعلى تركيز في الزنك. الزنك مهم للمناعه، مهم للشعر، مهم للبشره، مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم، مهم حتى للرجال جدا. عندي داخل الب مالتي فيت، طبعا انا اتكلمت على المناعه،
في عندي كمان فيتامين بي بكل عيلته. يعني صعب بي كومبلكس بقى. بي كومبلكس عائله بي كلها من واحد واثنين. لو هتكلم على الكوبالامين موجود فيتامين بي 12، عندي البيوتين، عندي الفوليك اسيد، عندي كل عائله فيتامين بي. وعلى الشاشه دلوقتي ده اللي بيميز الب مالتي فيت عن بقيه المكملات الغذائيه الاخرى. اعلى في تركيز الزنك، قوي جدا كمناعه، قوي جدا كمضاد اكسده. وطول الوقت انا بقول ان احنا سبونتينيوسلي جسمنا بيتاكسد، شعر، بشره، جسم، اعضائنا بتتاكسد. على فكره ما كنتش عارف المعلومه دي قبل ما سمعتها منك. الاكسده موضوع ان احنا بنتاكسد واحنا قاعدين. طبعا من حاجات من لايف ستايلز احنا كلنا انا بعملها. يعني ممكن اتعرض للشمس ابقى ناسي احط سان بلوك، دي كارثه. وعايزه اقول ان الب مالتي فيت مهم جدا لحمايه الجلد من اشعه الشمس الضاره. احنا وقت ساحل ووقت بحر. صح. دلوقتي. صح. فلازم اخد اشعه شمس بشكل طبعاً مبالغ فيه ومضره. الفيتامينات المهمه لحمايتي من الالترا فايلت اي وبي من اشعه الشمس الضاره هو فيتامين سي وفيتامين اي. دول اللي بيحجبوا الضرر بتاع الشمس. واحنا نازلين على البحر ما ننساش الترطيب بتاعنا، ما ننساش ازازه الميه بتاعتنا عشان ما يحصلناش ديهايدريشن طول الوقت، وما ننساش ناخد الب مالتي فيت قبل ما ننزل عشان يبقى الدنيا مكتمله وما خافش من اضرار اشعه الشمس. كويس جدا. طيب في عندي برضو تساؤل، ممكن حد يقول لك طب انا هاخد المكمل الغذائي ده ومش هاكل خالص، عشان برضو المينتاليتي دي موجوده، يعني انا هعتمد على المكمل الغذائي. في ناس اصلا تنزل ما تفطرش وما بتتغداش وكلها سناك كده في النص، وتقول لك خلاص انا هاكل مكمل، هاخد مكمل غذائي، هل ده برضو صحي ولا لا؟ عشان الناس النقطه دي تبقى لا مش صحي. عشان يعني بكل امانه لا طبعا مش حاجه صحيه ابدا. يعني المكمل مش سحر في الاول وفي الاخر، لا يعني لا مش صحي، اسمه مكمل غذائي. بالظبط، ده مكمل غذائي. يعني الب مالتي فيت التراكيز، يعني حد يقول لي الدكتوره دينا بتقول مثلا نمشي عليه فتره طويله لان التراكيز بتاعتي اقل من الجرعه اللي محتاجينها يوميا عشان نقدر نمشي عليه. هل يعني بيبقى فيه فيتامينات هي مش علاج؟ واحيانا لو هنتكلم على الفيتامين العلاجي ده بيبقى تحت استشاره طبيب لو هيديله تراكيز عاليه، ومحدش ياخد من الفيتامينات تراكيز عاليه غير تحت اشراف طبيب. ده مهم جدا. الب مالتي فيت هو مكمل غذائي، فلازم اكل اكل صحي، مفيش حاجه اسمها ما اكلش خالص. وبعدين فيتامين بي هو اللي بيحول الاكل لطاقه، يعني الاكل اللي بناكله بيتحول لي لطاقه. طب فين الاكل؟ يعني فيتامين بي هيشتغل ازاي عشان يعلي الميتابوليزم غير بالاكل؟ بالظبط. فلازم ناكل اكل صحي وما نفرطش في السكريات، النشويات، ما حدش حاجه، ما فيش حاجه اسمها يقول انا عايزه اخس فما اكلش كربوهيدرات. كربوهيدرات مهمه جدا بالنسب المعقوله، وما فيش حاجه اسمها انا ما افطرش عشان اخس. هو الفطار هو اللي هيعلي لي معدل الحرق، بس المهم انت بتفطر ايه. فلا لازم مع الب مالتي فيت اغير اللايف ستايل. طيب الناس النباتيه اللي هي ما عندهاش اي مصادر للحوم بقى، ودول بليفلز، في ناس اللي هي ما بتاكلش فراخ ولحمه وبتاكل سي فود، في ناس اللي هي ما بتاكلش البان اصلا ولا جبن ولا اي مشتقات ليها علاقه بالمصدر الحيواني، فيعني الناس دي اكتر ناس بتالي بتبقى عندها نقص في فيتامينز كتيره. الناس دي الفيجيتيريانز لازم طبيعي هم اكيد عارفين هم بيمشوا على فيتامينز. يعني ده لا مجال بقى. يعني لان في مش رفاهيه خالص. لا لا لا. يعني اكتر ناس مهمين ليهم الفيتامينز الفيجيتيريانز، الكبار في السن، الست الحامل لازم على طول الدكتور يكتب لها، الست اللاكتيتنج اللي بترضع، مريض الكانسر اكيد بيمشي على فيتامينز لازم. كل الناس دي والناس اللي عندها سوء تغذيه، يعني مش قادره تاخد الفيتامينز بالاكل الصحي، فاكيد لازم تلجا للمكملات الغذائيه او تلجا للفيتامينات، لان الفيتامينات على طول بقول هي داعمه للمود، داعمه للنشاط. فيتامين بي قد ايه شهرته انه مهم جدا للنشاط، واحنا طول الوقت بتلاقي الشباب ما عندهمش نشاط يومي اصلا. معظم على طول قاعدين مريحين مش قادر. وخلي بالك اول ما بيقال اي واحده فينا او اي رجل ما عندوش نشاط تلاقي النفسيه بتاعته مش حلوه، ممكن وبدانا ندخل والمود مش حلو. فهو الب مالتي فيت داعم للحاجات دي كلها. بمناسبه التخن بقى
بمناسبه التخن، يعني في ناس بتعاني من انيميا وبيبقى حجمها اوفر ويت بشكل يعني ممكن تبقى فوق ال 100 كيلو عندها انيميا، طبعا ده راجع لسوء التغذيه. الناس دي تعمل ايه؟ هل تبدا بالدايت وبعدين تاخد الفا مالتي فيت، ولا تاخد الفا مالتي فيت مع الوضع دلوقتي؟ يعني يعملوا ايه الناس الاوفر سايز؟ الاوفر سايز لازم برضو نرجع نقول نغير اللايف ستايل بتاعهم اكيد، ولو عندهم انيميا بيستشيروا الطبيب عشان الحديد بيتاخد بنسب، هو الدكتور اللي يقول نسبه الحديد ايه ولحد فتره ايه. دي مش يعني ما حدش يبقى عنده انيميا ويروح ياخد حديد من نفسه، ده بيبقى تحت استشاره الطبيب. الب مالتي فيت بيتاخد وقتها او قبليها، والب مالتي فيت مش علاج لاي حاجه. لكن الكوبالامين يعني انت مع الحديد، في حاجتين مهمين جدا في الب مالتي فيت، فيتامين سي اللي بيعلي لي امتصاص الحديد، ده موجود في الب مالتي فيت اللي تركيزه 500 ملي جرام. وعندي الكوبالامين اللي بيعزز لي على انتاج كرات الدم الحمراء مع الحديد، فكله بيكمل بعض. كويس كويس جدا. تعالي نروح لاسئله المشاهدين بقى. يلا. في اسئله طبعا بتتبعت كتيره. سندس شلبي بتقول هل في تحاليل دوريه بيحتاج الشخص يعملها من وقت للتاني عشان يعرف ايه الفيتامينات اللي جسمه محتاجها؟ في تحاليل طبعا دوريه للفيتامينز بس ما حدش بيعملها، لا سي بي سي والحاجات دي. السي بي سي ملوش علاقه بالفيتامين، ده صوره دم. صوره دم بالظبط. التحليل المهم بالنسبه للفيتامينات المهم فعلا فيتامين د، ده مهم جدا، وعشان اعرف النسبه بتاعتي قد ايه، لان احنا معظمنا 90% مننا عندنا نقص فيتامين د. فالدكتور يديكي بيدي بقى كورس مكثف، وانت عندنا يونتس كتير، عندنا 1000 و5000 و10000. ده بالانجلش اللي هو الاي الاي صح ولا دي؟ دي دي فيتامين دي. اوكي. وفيتامين دي طبعا مهم الحاجات اللي هو كتيرة. الشمس اللي هو بيتاخد من الشمس. بس بتكلم على الب مالتي فيت، الحلو اللي فيه انه ملوش فيتامين توكسيستي، يعني كل الفيتامينات اللي فيه قابله للذوبان في الماء، فملوش سميه او ملوش الزياده منه بينزل، يعني الدوز او النسبه بتاعته مناسبه جدا، ما فيهاش ممكن يحصل لا قدر الله تسمم من المقدار او حاجه. بس بنصح ان احنا ناخد الجرعه المصرح بيها من هيئه سلامه الغذاء، هو ما بنكترش عن قرص واحد. قرص واحد في اليوم. طب ايه المشكله مثلا لو اخدت 3 اقراص؟ ما هو ملوش توكسيستي. اصل انا عايز نشاط زياده. لا، لان ده بيحمل على الكلى. ناخد بالنا، دي نقطه مهمه. لكن لو اخدنا قرص واحد بس ملوش اي اعراض جانبيه اطلاقا من الب مالتي فيت، وبرجع اقول انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء، ومتوافر في سلسله صيدلات كبيره موجوده في كل محافظات مصر. واللي مش عايز يجيبه من الصيدليه بيتكلم فقط عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه او الارقام اللي ظهر على الشاشه، بيوصل لحد باب البيت. كويس جدا. سلمى توفيق بتقول كنت عاوزه اعرف هل التشنجات العضليه ليها علاقه بنقص الفيتامينز؟ التشنجات العضلية أحيانا طبعا كتير بيبقى ليها علاقة بنقص حاجتين، المغنيسيوم والكالسيوم. الكالسيوم كمان، لأن الكالسيوم مهم لانقباض العضلات، والمغنيسيوم مهم للانبساط. ودول موجودين في الب مالتي فيت بالنسب؟ مغنيسيوم موجود از ان اكتف انجريدينت، يعني مش الاكتف، مش بشكل مباشر يعني. او رودينا بتقول هل ينفع اخد نوعين من المكملات الغذائية مع بعض، وهل كثرة تناول المكملات الغذائية ليها أضرار؟ برجع اقول الحاجه لما بتزيد عن الحد بتتقلب، ونوعين مختلفين. نوعين مختلفين، لو انا في فيتامينز ثانيه مش موجوده في الب مالتي فيت وعندي فيها نقص باخده، ما عنديش مشكله. لو زي فيتامين د لو عندي نقص باخده مع الب مالتي فيت. أوكي. ما فيش مشكله، لكن ما اخدش حاجه فيها نفس المكملات الغذائيه اللي في الب مالتي فيت. لا، عشان ما يبقاش افراط من نفس، يعني ما يبقاش التركيز عاليه. تمام. الاوميجا لو عايز اخد اوميجا، برجع اقول الاوميجا هي اوميجا 3 بقى. أوميجا صح. عايزين ناخده مع الفا مالتي فيت، ما عنديش مشكله. هو اوميجا 3 دي مسؤوله عن ايه؟ عشان بقى في ناس كتير بسمع ان اوميجا 3 مهمه قوي، لان هي دهون صحيه. اوميجا 3 موجوده في الاسماك والسلمون، مسؤوله عن ميموري، تحسين وظائف المخ. الاوميجا 3 مسؤوله عن تعديل نسبه الكوليسترول في الدم. أوكي. هو رائع الحقيقه. وتبقى برضو واحده حبايه واحده او كبسوله واحده في اليوم؟ كبسوله واحده في اليوم. سهى عادل، انا مش بشتكي من اي امراض في القلب، لكن من وقت للتاني ضربات قلبي بتكون سريعه، هل ده ليه علاقه بنقص الفيتامينز؟ احيانا ضربات القلب ما دام ما عندهاش زي ما انا قلت مرض عضوي يؤدي الى ده، بيبقى نقص، بيبقى عندها انيميا، نقص حديد. فعلى طول بقول برضو طول الوقت نركز في نسبة الحديد، لأن لو عندي أنيميا هيجي لي ضربات قلب.
هيجي لي صعوبه في التنفس لانك انت عندك الهيموجلوبين قليل في فضربات القلب دي عشان القلب يعمل تاكي كارديا ويوصل الاكسجين في كل الخلايا بتاعتي، فبيضطر ان هو يعلي الريت بتاعه. فبيبقى احيانا نقص حديد. طيب الوقت بيجري بس انا لسه عندي برضو بعض الاسئله. لو انا بتكلم هنا عن بعض الاشخاص اللي هي يعني مش بتلتزم ب يعني مهمله شويه، فهو ممكن ياخد يوم الب مالتي بيت، ممكن ينسى يومين ثلاثه، هل ده خطر ولا لا؟ وفي نفس الوقت هل التاثير بتاعه هيجيب نتيجه اصلا ولا كده لا لازم يبقى فيه تنظيم ولازم فيه متابعه؟ هو خطر؟ لا مش خطر، مش بس خطر. بس هيدي النتيجه المطلوبه مش زي ما احنا عايزين اطلاقا. أوكي. لازم الاستمراريه. هو قرص واحد، وبعدين بقول هو الحلو في قلب مالتي فيت انه مجمع طبعا اللي على الشاشه عشان الصوره دي للساده الصيادله اللي عايزين يوفروا قلب مالتي فيت داخل الصيدليه بتاعتهم بالكود بتاعنا، احنا موجودين في الشركه المتحده للصيادله. تمام. خطر؟ لا مش خطر يا نهاوي، لكن هيديني النتيجه اللي انا عايزاها؟ لا طبعا. لان الجسم يوميا محتاج الفيتامينات، فانا اديله فيتامين النهارده واقعد ثلاث ايام ما اديلوش فيتامين وبعد كده ارجع اديله فيتامين، لا طبعا مش هيدي النتيجه المطلوبه. اوكي، لكن مش هياثر على اي لا حاجة. لا, لا 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 يعني ما الاقيش مثلا شعري اتظبط بعد شهر من قلب مالتي فيت وبعدين بعد ما وقفت يقع مثلا؟ لا ما يحصلش. لا مفيش الكلام ده، اهم حاجه الاستمراريه. الفيتامينز الشعر لما بيجي في ماده معينه دي لو موجوده في دواء ما لو انا بطلت اللي بتتحط انا عارف ده بيبقى زي سبراي بيتحط لو انا بطلت احطه الشعر ممكن يرجع يقع. فده لازم تمشي عليه على طول، لكن الفيتامينات ما فيهاش الماده الفعاله دي اصلا. بنأكد ان الب مالتي فيت برضو منك ان هو لكل الاعمار وحتى لاصحاب الامراض المزمنه لا يتعارض ابدا مع اي حاجه خاصه بالامراض المزمنه. هو كمان بالاخص لاصحاب الامراض المزمنه. مريض السكر لازم يدعم بالفيتامينات، مريض الكانسر لازم يدعم بالفيتامينات، المريض النفسي مع الدكتور بياخد الادويه بتاعته ويدعم بالفيتامينات، مريض الكوليسترول بياخد فيتامينز، مريض القلب بياخد فيتامينز. يعني انا بنصحه جدا مع اصحاب الامراض المزمنه مع الادويه اللي بياخدوها من روشته الدكتور. اخيرا، هو موجود ومتوفر في المحافظات كلها؟ لان كان في بعض المشاهدين بيقولوا احنا مش لاقينه بشكل كبير. لكن احنا بناكد ان هو موجود في كل الصيدليات، وممكن حتى اللي مش عايز يروح يدور ممكن يتصل بالارقام الموجوده. احنا موجودين في سلسله صيدليات معروفه، ممكن نكون ما وفرناش في صيدليه من الصيدليات. انت عندك محافظات مصر عندنا كام صيدليه. أوكي. وارد ان احنا ما نبقاش وفرنا في الصيدليه دي. لكن الشركه عملت حاجه كويسه جدا، الصفحه اللي على الشاشه دلوقتي، عشان اللي عايز يوفر في الصيدليه اللي تحت بيته خلوا الدكتور الصيدلي يكلم الشركه المتحده يوفر المنتج عنده تحت البيت في الصيدليه بتاعته برقم الكود. فاحنا سهلنا على العملاء، اللي عايز ياخده من الصيدليه موجود، اللي عايز ياخده اونلاين فقط من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه برضه موجود. كلام محترم. نورتينا يا دكتور دينا بجد، وبنستفيد كل مره بتكوني معانا وتنورينا في حلقه جديده ان شاء الله. الله يا نهوان. بشكر حضراتكم على متابعتنا النهارده في 10 الصبح في الاهلي، بكره يتجدد اللقاء وحلقه جديده. مع السلامه.